زين عرضية عالية جدا ورأسية جول جول أول في اللقاء هدف إذن لدينا دون رد شاهد العرضية الماضية من جانب أحمد زريك ورأسية اللاعب كابيرو موسى والكرة إلى الشباك مثل العادة من دومينيك ولكن تأخر شو مكابيرو موسى الناجير ما بيتأخر الناجير ما بيتأخر جول 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 ولا أجمل يا الناجيري داخل الشباك إذا تأخر الكاميروني أو إذا تأخر السنغالي الناجيري ما بيتأخر كابيرو موسى بالدقيقة 45 عم بأكد تقدم العهد يعني عم يكون صاحب الرقم 7 أيضا مع هيثم فاعور على حديد ملا تمريره بتوصل الكره لعند هيثم فاعور جول 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 فشلوا الكثير من اللاعبين فشل يمكن محمد حيدر يلعب الكرات العرضيه وحسين دقيق بده يكون حاضر بهاللحظات العهد بده يضغط امر طبيعي ممكن التسديده هذه كره عرضيه مجددا ممكن جول ممكن جول لا 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 جول 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 شوفوا احمد زريق شوفوا هاللقطه بينه وبين حسن مغنيه مين هو كابيرو موسى المتحفز داخل منطقه الجزائر ممنوع الخطا امام اهم المهاجمين اللي مروا بالدوري اللبناني بالموسم الماضي طبعا كره ملعوبه خطيره لسع الجول جول 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 لسع الجول كابيرو موسى ما معقول كيف يتحكم بالكرة جرافة شباب الساحل قادم إلى صيدا ليقول أن الساحل رح يفوز بثلاث نقاط مثل ما الظاهر عيننا على الشاشة جول بكل اللغات هدف التقدم أمام أعين جمهور النجمة خطير النيجيري بيدخل داخل على منطقة محمد سالم ممكن جول الله يا مغنية ممكن جول 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 التعادل جول يا كابيرو موسى عدل النتيجة بالدقيقة 90 النيجيري صاحب الرقم 99 بالدقيقة 90 عم بيعدل النتيجة ساحل من جديد حسن كوراني بيلعب لموسى كابيرو كابيرو ترك بصمته بهاللقاء وسجل هدف التعادل لشباب الساحل وهدفه 11 في دوري ألفا 2-2 انتهت المباراة المثيرة الفريقين تقاسموا نقاط اللقاء وقت عباس عاصي كان عم يخرج وعلي حوراني عم يدخل التبديل الثالث بصفوف شباب الساحل كبيرو ايضا موجود خلف الكره كبيرو بتقدم بسدد مباشره بها جول كم انت كبير يا كبيرو كم انت كبير يا كبيرو تسديد ما الى حل بكل بساطه من كره ثابته يا سلام مباراة اليوم حسن كوراني عم بعيد المشهد الى الاذهان كبير وبالوقت حسن طهماز اخذوا ثقل كبيره لاعبي شباب الساحل الكره العرضيه وايضا جول 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 راح ارجع عيدها كبير يا كبيرو كبير يا كبيرو الماس يا كبيرو هداف يا كبيرو ما بترحم امام المرمى من انصاف الفرص هيدا هو اللاعب يمكن اللي عم يبحث عنه موسى عشان الكره للخلف شوف الطريقه اللي تمكن فيها من المرور محمد عباس بهدوء تام بمهاره تام ولكن خسر الكره مجددا الكره بأجرها مرتده حاليا دوغلاس روما عم ينطلق الغاني من الناحيه اليمنى دوغلاس معه كبيرو هلا حيمر الكره بيمر لعند كبيرو ما في اوف سايد كبيرو خطير كبيرو جول كبيرو خطير كبيرو جول 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 انقلب السحر على الساحل بالشوط الثاني موسى حجاج عم بيضرب بعصا موسى وعم بأكد كبيرو انه اسمه الاول موسى مجددا عم بذكرنا وعم بعود بالاذهان لموسى حجاج لايام زمان لما كان موسى نجم كبير بملعبنا اللبناني لا النجم الاول والاكبر كبيرو موسى عم بأكد انه هو رح يكون واحد من اكبر المهاجمين هو جرافة الهجوم لشباب الساحل هو بيتر بروسبر الانصار هو ايرون مكفرلين النجمة هو كبيرو الساحل شوفوا الساحر شوفوا كبيرو شوفوا بأي طريقة عم بيزق الشباك الساحل منهم بالساحل لا الساحل حاليا بقمة الجبل 3-1 1-2-3 كبيرو داخل الشباك
واحد اثنين ثلاثة، كبيرو عم بأكد انه الساحل اللي حيكون بطل كأس التحدي للسنة الثانية على التوالي. الله كبيرو لحسن درج بيدخل منطقة جزاء، الحكم احتسب ركلة جزاء للساحل، وموسى كبيرو كان عم يعطي فريقه التقدم 2-1 ويسجل هدفه الثامن بالدوري. بالشوط الثاني شباب الساحل بالهجوم، الكرة بتوصل لموسى كبيرو بيتقدم بيراوغ وبيسجل هدفه الثاني بالمباراة، التاسع لقلب الدوري والثالث للساحل بهاللقاء. الدقيقة 55 أيضا شباب الساحل حسن دنش بيمرر لكبيرو هاتريك للمهاجم النيجيري وهدفه العاشر بالدوري. شباب الساحل عم يتقدم 4-1 على السلام زغرطة بملعب المردشية. سلام الدقيقة 85 دايما عبر الجهة اليمنى شباب الساحل، زهير عبد الله لعلي حوراني لموسى كبيرو وهدف قاتل لشباب الساحل للأسبوع الثاني على التوالي. الساحل عم يخطف 3 نقاط بآخر المباراة المقابل، خسارة جديدة لسلام زغرطة يلي بيأمر انه يكون التغيير بجهازه الفني حل لسوء نتائجه. اتأخر اكثر من 5 دقائق عرضين من غاني دوغلاس ورأسي النيجيري موسى كبيرو تجاوزت خط المرمى لتعلن عن عودة المباراة لنقطة البداية. وبداية 35 كان السيناريو نفسه عم يتكرر، رتمية من دوغلاس ورأسية من كبيرو للشباب ورجال موسى حجاج بالمقدمة. وقبل ثواني من نهاية الشوط الأول فرض كبيرو نفسه بطل للمباراة بتسجيله الهدف الثالث الشخصي له ولفريقه بعد تستغل خطأ دفاعي من الاجتماعي وسدد على يساره لنزيه أسعد. دقيقة 63 رتمية للساحل من حسن كوراني رأسية موسى كبيرو وسعت النتيجة ل 4-2 بهدف دخل مرمى الحارس حسين كحلول بديل محمد حمية يلي أصيب. دقيقة 73 ركلة حرة للساحل موسى كبيرو خلف الكرة هالمرة، ما في مشاكل بالنسبة للساحل، كبيرو سجل الهدف السادس. شباب الساحل سجل 6 أهداف 4 منهم بسلاح الركلات الثالثة للساحل. بالشوط الثاني دقيقة 51 محمد سالم جناح الساحل على الجهة اليمنى بيمرر لكبيرو يلي بيسدد وبيسجل المهاجم النيجيري توج مجهوده وعزز تقدم الساحل لهدفين. هالمكان كبير موسى بتقدم بسدد مباشرة، طب بتسجل، يا سلام يا سلام يا كبير موسى، ويا سلام كتير كبير لحسن مغنية هالتسديد لحسن طماس، ولا زال كبير موسى بسدد ممكن جول، ممكن جول من الكرة العارضة، ممكن يسدد كبير من هالمكان كبير بغير رأيه بحاول لعبة كرة الوان تو كبير بمر هو. يا سلام يا سلام كبير موسى ممكن داخل على المنطقة بيلعبها اللاعب النيجيري، لا بيعمل كرة وبيسدد كرة كبير موسى رائع. الدقيقة السادسة النيجيري موسى كبير مهاجم الساحل على الجهة اليسرى بيخترق العمق بيسدد الكرة بين يدي الحارس علي لين. آخر محاولات الشوط الأول كبيرو المزعج بينطلق 1-2 مع دنش بيسدد كبيرو وعلي ليلى بيخلص الشوط الأول انتهى 1-0. الفرصه الاولى بالمباراة الغاني دوغلاس لاعب الساحل رأسية النيجيري موسى كبيرو أبعد الحارس محمد حمية ببراعة. أيضا الساحل دقيقة 16 رتمية ورأسية النيجيري موسى كبيرو أصابت العارضة. من بعدها الساحل بالهجوم النيجيري موسى كبيرو بيدخل منطقة الجزاء بيمرر البرازيلي إيغور دا سوزا اللي دخل بالشوط الثاني، إيغور سجل هدف تعادل.